السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الأخبار؟ دلوقتي هنكمل البارت 2 من ليكتشر نمبر 3، الجزء الثالث من المحاضرة بتاعتنا. احنا قلنا في الجزء الأول اتكلمنا عن السيربيلم واتكلمنا كل ما يخص السيربيلم، تمام؟ فنتكلم دلوقتي عن الفورس فينتريكل. وعاوز انوه على حاجة يا شباب، ان مادة الاناتومي من اصعب مواد كليه الطب، تمام؟ وعاوزه تخيل شديد جدا، وعاوزه امكانيات في الشرح، تمام؟ فالواحد يعني ما يتضايقش لو وجد صعوبه في الفهم، بس احنا هنحاول نبسط كل حاجه على قد ما نقدر، تمام؟ والجزء اللي احنا بنشرحه اللي هو المحاضره رقم 3 ده من اصعب الاجزاء اصلا في السي ان اس. فبيقول لك بقى ايه الفورس فينتريكل. انتوا بتقولي فورس، يعني في فيرست وسكند وفي سيرد. ايوه، ما احنا عارفين ان في حاجه اسمها فور برين، وفي حاجه اسمها ميد برين، وفي حاجه اسمها هايند برين. كل جزء من السي ان اس ده محتاج كافيتي عشان يحصل درينج فيه لايه؟ للسي اس اف، محتاج كافيتي خاص بيه، تمام؟ طب الفورس فينتريكل ده خاص بمين؟ خاص بالهايند برين، وخصوصا الرومبنسيفالون. الهايند برين ده يا جماعه لما نيجي ناخد الامبريولوجي بتاع النيورال تيوب هنعرف ان هو بيتكون من الرومبنسيفالون والميتنسيفالون، والرومبنسيفالون ده يعني يخص السيربيلم اكتر، تمام؟ السايد بتاعه يا جماعه، السايد بتاعه هو مزنوق بين حاجتين، مزنوق ما بين السيربيلم بوستيرولي، وهو اللي بيعمل الروف، بيعمل السقف بتاعه، تمام؟ وانتيريورلي باي ذا برين ستيم اللي هو الايه، البونز المضله، تمام؟ وهم اللي هيعملوا الفلور، الارضيه بتاعته، تمام؟ وهو تنت لايك ستراكشر او رومبويدال انشيم شبه المعين، تمام؟ بيقول لك تنت لايك having floor and roof. اللي بيعمل الفلور قلنا البرين ستيم، البوستيريور اسبكت بتاع البرين ستيم، تمام؟ طب والروف السيربيلم والفيلاي زي ما احنا هنقول بعد كده. ذا روف بريزنتس ريسيسز اند اوبننجز. بص يا جماعه، اي ستراكشر لازم أن يكون ليه سبيشال فيتشرز، لازم أن يكون في تحبيشات كده وحاجات زياده. فالفورس فينتركل هو رومبويدال ان شيب، بس يا جماعه في ريسيسز، هنلاقي في حاجه اسمها لاترال ريسيسز، وهنلاقي في حاجه اوبننج اوف ماجندي هنا، اوبننج اوف لوشكا، هنلاقي في سبيشال ستراكشرز موجوده تبع ايه؟ تبع الفورس فينتركل او تبع اي ستراكشر عامه يعني. فهنتكلم الاول عن الفلور وبعدين نتكلم عن الروف. فايه اللي بيكون الفلور بتاع الفورس فينتركل؟ انا قلت لك ايه؟ برين ستيم. طب ايه خاصه؟ الباك او البوستيرور اس بتاع البونز والباك بتاع الاوبن مضله. استنى لحظه، انت قلت اوبن مضله، يعني ايه اوبن مضله؟ في حاجه اسمها اوبن مضله وكلوز مضله؟ ايوه يا باشا، الاوبن مضله يا جماعه يعني اوبن يعني المضله مش قافله على نفسها جامد، يعني عامله زي سيمي ليونر كده. لكن كلوز مضله هي عامله كافيتي وسطيها بس محدده من كل الباوندرز بتاعتها، فدي كلوزد ودي ايه ودي اوبن. فالاوبن بتخص مين؟ بتخص الفورس فينتريكل، تمام؟ فبيقول لك بقى ايه الشكل المعين بتاع الفورس فينتريكل ده، اكتسب خاصيه انه خاصيه السيرفيسات الاسطح بتاعته هتبقى سبيشال سوي. ف معين هنقول سوبيريور بوردر وانفيريور بوردر، مش هينفع، في حاجه اسمها سوبيريور لاترال بوردر، سوبيريور لاترال بوردر وانفيريور لاترال بوردر، تمام؟ يبقى عنده جزئين، سوبيريور لاترال بوردر وانفيريور لاترال بوردر. طب عاوزين نشوف على الحقيقه، ادي الدايجرام اهو، ادي يا جماعه رومبويدال ان شيب، تمام؟ ادي السوبيريور لاترال بوردر والانفيريور لاترال بوردر. طب ايه اللي بيكون السوبيريور لاترال بوردر؟ احنا يا جماعه لو حد شاف الجزء الاولاني من المحاضره لاني شرحتها بالتفصيل يعني بس من غير دايجرام، بس احنا حظنا حلو ان في دايجرام هنا، تمام؟ السوبيريور لاترال بوردر بيتكون خصوصا من او بصفه خاصه يعني من السوبيريور سيربيرال بدانكل، السوبيريور سيربيرال بدانكل هو اللي بيعمل ايه؟ السوبيريور لاترال سيرف، تمام؟ طب الانفيريور لاترال سيرفيس معمول بحاجتين، حاجتين مشتركين، الانفيريور سيربيرال بدانكل اللي هم دول، وحاجه اسمها التينيا اوف ذا فورس فينتركل. والتينيا دي يا جماعه معموله
باربع حاجات، تيوبر جراسيل تيوبركل. احنا عارفين يا جماعه لو حد خد المظله في البرين ستيم خدنا ان في حاجه اسمها جراسيل تراكت هنا في النص ميديال، في حاجه اسمها لاترا اسمها كونييت تراكت. الجراسيل تراكت بتنتهي بايه؟ بجراسيل تيوبركل اللي هي مكوره فوق، والكونييت بتنتهي بايه؟ بتيوبركل اللي هي كونييت تيوبركل. فالاثنين دول بيعملوا ريدج كده، ريدج، فبنسميه تينيا اوف ذا فورس فينتركل، ويبقى انفيريور. تمام. فبيقول لك التينيا اوف ذا فورس فينتركل از ا ريدج ات ذا اتاتشمنت اوف ذا تينيا كورويدي. في حاجه اسمها تيلا كورويدي، قصدي تيلا، في حاجه اسمها تيلا كورويدي، دي هتتاخد في اخر المحاضره يا جماعه. تيلا يعني ايه؟ تيلا لو تيجي تبحث عنها في جوجل معناها ويب لايك استراكشر، يعني شبه الشبكه. طب احنا هنحتاج ليه شبكه؟ لو انت كده فكرت، تعالى كده فكر معايا، انا هحتاج ليه شبكه في الفورس فينتركل؟ هسيبك شويه تفكر. ايوه بالظبط، عشان نرشح السيريبرو سباينال فلويد من البلاد فيزلز. ما انا عاوز السيريبرو سباينال فلويد ده هيجيبه منين؟ هيجيبه من البلاد فيزلز. طب هل هو هاخد السائل بتاع البلاد فيزلز على طول كده اللي هو الدم، ولا لازم انا ارشح بعض الكومبوننتس منه؟ لازم ارشح بعض الكومبوننتس. فاحنا هنعمل هنحتاج سبيشال استراكشر اسمه التيلا كورويدي. واحفظ الكلام، احفظ الاسم ده عشان هنذكره في ونشرحه بالتفصيل في الجزء الاخير من المحاضره. تمام. يبقى التينيا اوف ذا فورس فينتركل از ريج اوف اتاتشمنت بتاعي التيلا كورويدي، دي ان بي لازم نركز عليها. طب دي موجوده فين؟ في الانفيريو لاترال، في الانفيريو لاترال باوندري اوف ذا فلور. الانفيريو لاترال اللي كانت معموله بالايه؟ بالظبط الجراسيل تيوبركل وكونيت تيوبركل. تمام حلو ماشي. It is the site of reflection of the ependyma between the roof and the floor often. يعني ايه ependyma؟ لما نيجي يا جماعه نسمع اللي هي التيلا كروي دي ونشوف المكونات بتاعها هنعرف حاجه اسمها الابندما. الابندما دي يا جماعه بكل بساطه من غير ما تعقد نفسك، هي عباره، عارف البيا مطر اللي هي الام الحنون اللي هي الدايركت كفرنج بتاع السي ان اس؟ تقول لي اه. اقول لك دي بيحصل لها بعض الموديفيكيشنز، بنغير فيها بعض الحاجات عشان بعد كده نعرف نستخدمها في ترشيح السي اس اف. تمام. طب الابندما دي موجوده فين؟ انا عاوز اعرف مكانها. بتعمل لايننج لاي فينتريكل موجود في السي ان اس. يعني بص، هي اي فينتريكل، اللاترال فينتريكس، السيرد فينتريكل، الفورس فينتريكل، هتلاقي الابندما عامله لايننج ليه عشان ايه؟ تنقي السيريرو سباينال فلويد. فهي ايه؟ موديفايد بيا مطر. تمام. الدايجرام ده موضح كل حاجه تقريبا، مش محتاج شرح، يكفي انك تعرف بس ايه ان في حاجه اسمها الانفيرير مضله ريفيلم، دي هنقولها في الدايجرام اللي بعديه. ماشي ماشي مش مهم. عاوزين نعرف حاجه يا جماعه اللي هي الفيتشرز بتاعه الفلور. طب الفلور ده فين؟ في الباك بتاع البون، باك بتاع المضله. طب ماشي وريني، ادي الباك بتاع البون وادي الباك بتاعه، انت شايف ايه؟ انا شايف بالظبط بالراحه كده ميديان سالكس في النص، فيشر في النص كده هنسميه ميديان سالكس، بينتهي بنقره فوق اسمها سوبيريو فوفيا ونقره تحت اسمها انفيريو فوفيا. حلو كده لحد هنا تمام. جنبهم حاجه اسمها ميديال ايمينتس، الميديان سالكس هيبقى جنبه ايه؟ ميديال ايمينتس. تمام. اللي هو دول اللي هو جنبه هينتهي بفيشيال كوليكولاس، الميديال ايمينس هينتهي بفيشال كوليكولس. طب لاترال للميديال ايمينس هيبقى ايه؟ الفيستيبولار بارت، اسمه الفيستيبولار اريا، فيستيبولار اريا. فاكر يا جماعه ما احنا قلنا حاجه اسمها فيستيبولار سيربيلم اللي هي الارك سيربيلم، وقلنا الفيستيبولار سيربيلم لانها دي عباره عن نيوكليس ولها اتصال بالفيستيبيول بتاع الانر اير عشان يحافظ على السيربرم، ولها علاقه بأني جزء في السريبرا في السريبيلم، قلنا الفوليكولو نودولار لوب. تمام ماشي. في حاجة يا جماعة اسمها ستراي ميدلارس، عشان ما ننساش، بس في حاجة اسمها ستراي ميدلارس، حاجة بتقسم البونز عن المضل، حاجة بتقسم البونز عن المضل. طب الستراي ميدلارس دي يا جماعة هفكركم بيها، فاكرين حاجة اسمها يا جماعة، لو احنا بصينا دلوقتي، احنا دلوقتي في البستيريور اسبكت بتاع البونز والمضل، لكن في الانتيريور اسبكت يا جماعة في حاجة اسمها
اركوت نيوكليس. اركوت نيوكليس كانت بتخرج ايه؟ خرج انتيرور اركوت فايبرز. انتيرور اركوت فايبرز، الانتيرور اركوت فايبرز دي يا جماعه تقوم لفه دايرا 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 وتقوم خارجه لك من ورا بالطريقه دي اللي هي استرايمدالاريس او البوستيرور اركوت فايبرز. تمام، عرفت منشأها فين؟ تمام، لازم تكون فاهم كل حاجه واحنا ماشيين. احنا كنا واقفين فين؟ تعالى بقى نقرا اللي احنا قلنا ده. الميديان سالكس وريته لك، اكسيدنت فروم اي سوبيريور انجل تو ذا انفيريور انجل، ديفايندنج ذا فلور انتو ايه؟ تو سيمتريكال هافز. حلو قوي، رايت وليفت ماشي. في حاجه اسمها الميدالري استراي. الميدالري استراي قلت لك ايه؟ استراي ميدالاريس، بتقسم ايه البونز عن المضل، او لا اسم تاني بونتو بالبر، بونتو بالبر بادي. البونتو بالبر بادي ده يا جماعه يعني خصوصا معلومه ليكو، ده بيتحكم في عضلات النك، يعني في عضلات النك والسوالونج وكده، تمام، والاسبيريشن وكده، تمام. بيقول لك بقى ايه؟ ان بيقسم لك الفلور لايه؟ للمدلري اللي هو تبع المدلر اوبلنجيتا، والبونتاين بارت اللي هو تبع ايه؟ البونز، تمام. وحاجه اسمها الميديال ايمينس، عندنا تو ميديال ايمينس على جوانب ايه؟ الميديان سالكس اللي هم دول وده، تمام؟ تو ميديال ايمينس اليفيشن الونج ذا سايد اوف ذا ميديال سالكس. حلو، قلنا النقرتين، قلنا فوف يعني ايه نقره؟ قلنا فوق خالص عند الميديال سالكس في سوبيريور فوفيا، وتحت في ايه؟ انفيريور فوفيا، تمام؟ وبيقول لك ان نات بي ان بي ان الانفيريور فوفيا دي تعمل اوفرلاينج لحاجه اسمها الفيجال ترايجون. يعني هتروح عند الانفيريور فوفيا دي اللي هي في اخر الميديان سالكس، هتلاقيها بتعمل اوفرلاينج للدورزو فيجال نيوكليس، ودي مهمه في الباراسمباثيك اكشن كده، ماشي. في حاجه اسمها ابر اند لور فيستيبولار اريا، upper and lower vestibular area، ودي تعمل overlying، ودي وريتها لك اهي vestibular area اهي، تمام. في ايه؟ upper وفي lower، تمام. ودي لها علاقه بايه؟ بالفيستيبيول بتاع الانر اير، فلها علاقه بالايه؟ بالايكوليبر، تمام يا جماعه. كمل. في حاجه بقى يا جماعه اسمها الانجلز، ما طبعا رومبويدال ان شيب يعني معين الشكل، ففي انجل، في انفيرو انجل وفي سوبيرو انجل. فبيقول لك كمان الانفيريور انجل كونتينوس ويز ذا سنترال كانال اوف ذا كلوزد مضله. مش احنا قلنا يا جماعه في اوبن مضله في كلوزد مضله، والكلوزد مضله دي جواها السنترال كانال بتاعه السي اس اف اللي بتمشي في السباينال كورد. فالفورس فينتريكل ده لازم يبقى له اوبننج تحت يكمل في ايه؟ في السباينال كورد. ما يا جماعه اصل السي اس اف ده زي البلد بالظبط، له سيركيوليشن، فبيروح ويجي وبيعمل درينج وبيتكون وبيعمل درينج وبيتكون وبيعمل درينج، تمام. فلو الانفيريور انجل دي طبعا ايه؟ السنتر كلام بتاع ايه؟ الكلوزد مضل، تمام. طب السوبيريور السريبرال اكوادكت، هو ايه الفرق يا جماعه بين السنترال كانال والاكوادكت؟ السنترال كانال دي موجوده في السباينال كورد، لكن الاكوادكت خصوصا موجوده بين الثيرد فينتركل والفورس فينتركل. الثيرد فينتركل والفورس فينتركل دي الاكوادكت، ماشي. في حاجه اسمها تو لاترال انجلز. تو لاترال انجلز يا جماعه الرومبويدال شيب اهو، دي لاترال انجل ودي لانترال انجل. لما نيجي نشوفهم هنلاقي ان في ان هو بي ان هو مش ان هو بيعمل ريسيس كده، ان هو مش رومبويد، يعني عامل زي النجمه بيعمل تو لاترال ريسيسز، تو لاترال ريسيسز، فاهم. فاحنا هنلاقي في ايه؟ في التو لاترال انجلز هنلاقي تو لاترال ريسيسز. طب الريسيسز دول لهم فورمن، بيعمل فورامين، فورامين وفلوشكا. طب الفورامين وفلوشكا ده بيعمل ايه؟ تعالى يا جماعه كده عشان ارسمها. ده ايه؟ فورس فينتركل. ده ايه؟ لاترال ريسيسس. هيكمل هنا، احنا قلنا ان ده البرين، ده البرين وده السيربيلوم وهكذا واحنا ماشيين سباينال كورد، تمام. الريسيس ده هيكمل فيما بعد الايه؟ السب اركنويد سبيس عشان يعمل درينج. هو مش في سيركيوليشن جوه الدماغ وفي سيركيوليشن بره الدماغ اللي هي في السب اركينويد سبيس وفي الابيديورال وهكذا وانت ماشي؟ فاحنا عاوزين نربط العالم الداخلي بالعالم الخارجي عن طريق ايه؟ الفورامين اوف لوشكا. دي موجوده فين؟ عند اللاترال ريسيسس، تمام؟ تو لاترال انجلز كونتينوس لاترالي وذا لاترال ريسيسس ويتش اند ات ذا فورامين لوشكا.
حلو ماشي كده. اتكلمنا على ايه؟ على على الفلور. هنتكلم بقى على الروف. الروف بتاع الفورس فنتريك بيتكون من ايه؟ سيريبيلم وهكذا. تمام. فبيقول لك ايه؟ It is V-shaped in sagittal section. يعني احنا لو خدنا sagittal section هنلاقيها V-shaped. تمام. Where it is formed of the cranial part و caudal part. في cranial part اللي هو فوق و caudal part اللي هو تحت. ماشي. و apex. ماشي. ال apex دي يا جماعة ايه؟ ال apex دي انا لازم اوريك ال لازم تشوفوا دايجرام. بصوا يا جماعه ده الكرينيال بارت يا جماعه وده الكودال بارت وده الايبكس يا جماعه. دي الايبكس. الايبكس دي يا جماعه دي داخله ناحيه فين؟ داخله في قلب السيرميلم، داخله في قلب الوايت ماتر اللي هي الاربورا فايتاي دي اللي برانشز دي، داخله في قلبها في قلب السبستانس بتاعها. انت فاهم؟ فهو بيقول لك في شيب ان ساجيتال سيكشن وير ات از فورمد اوف كرينيال بارت كودال بارت والابكس. الابكس اكستند انتو ذا وايت كور اللي هي الاربور فايتاي اوف ذا سيرميلم فورمينج دورزال ميديال ريسس. دورزال يعني ورا 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 ناحية مين؟ ناحية السيربيلم. ما هو السيربيلم هو اللي ورا. وميديان ريسيس. ميديان ليه؟ لأنه موجود في نص الفنتركل، في قلب الفنتركل بس من ورا، فاسمه دورزال ميديان ريسيس. ده موجود جوه السبستانس ذات نفسها بتاعت إيه؟ بتاعت السيربيلم. تمام؟ فخلصنا الإيبكس. هنتكلم على الكرينال بارت والكودال بارت. الكرينال بارت هيبقى ناحيه مين؟ ناحيه البونز. طب الكودال بارت هيبقى ناحيه مين؟ ناحيه البضال. فاكر يا جماعه ما انا قلت ما احنا كنا بنتكلم اوفر فيو كده عن الـ عن الـ الفلور بتاع الفورس فينتركل، فقلنا انه ان في حاجه اسمها دي لو احنا قطعنا هقعد ارسم يا جماعه في الرسمه دي لانها مهمه جدا. دي الكاتس بتاعت السوير سوير سيربيلم بدانكلس، ودي الكاتس بتاعت انفيروم سيربيلم بدانكلس، ودي ايه؟ ودي التينيا اوف ذا فورس فينتريكل. فاحنا لو قطعنا الاثنين دول في وايت ماتر بتعمل يا جماعه اكستنشن. هعيدها تاني. اكستنشن كده في الابر سيرفس اهو. اكستنشن اهو اكستنشن. وفي وايت ماتر وايت ماتر برضه بتعمل اكستنشن في اللور سيرفس. فدي هنسميها ايه؟ superior medullary velum. superior medullary velum. تمام. ودي inferior medullary velum. وركزوا يا جماعه لان الجزئيه دي مهمه جدا. يبقى الكرينيال بارت هيتكون ايه؟ superior medullary velum. طب الكودال بارت inferior medullary velum. خلصت خلاص الكلام. بس الكرينيال بارت في فيتشرز اكتر يعني. تمام. ال superior medullary velum دي يا جماعه superior medullary velum دي في جزء هنا فوق كده اسمه فرينيولام فيلاي، جزء سكند كده سكند اكتر من الوايت ماتر، فسميناه فرينيولام فيلاي. اسمه ميديان سكنينج ان ذا ابر بارت اوف ذا فيلم. موجود في الابر بارت وبيعمل سكن. تمام. في حاجه اسمها ايمرجنس اوف تروكيولار نيرف. لو فاكرين التروكيولار نيرف هو كان النيرف الوحيد اللي بيخرج من البوستيريور اسبكت بتاع ايه؟ بتاع البرين. كلهم بيخرجوا من قدام، كلهم بيخرجوا من قدام، لكن التوليكولار هو الوحيد اللي بيقوم خارج من ورا وبعدين بيلف. طب هو خارج، احنا خلاص عرفنا انه خارج من ورا، طب خارج منين؟ من ورا. اون ذا سايد اوف ذا فرينيولام فيلاي. من عند الفرينيولام فيلاي بالظبط. هوريك الايمرجنس. يا جماعه التوليكولار نيرف احنا هنا على فكره يعني قفلنا الجزء ده. قلت له كرار نيرف. تمام. ماشي. في حاجه اسمها اللينجولا اوف ذا سوبيريور فيرمس. دي اكيد قلتها لك، اكيد قلتها لك. قلت لك ان السوبيريور مدلر فيلم ريليتد لايه؟ قلت لك للموست سوبيريور بارت اوف ذا سيربيلم اللي هي اللينجولا. طب ماشي. طب الكودال بارت ريليتد لايه؟ للموست انفيرور بارت اوف ذا سيربيلم اللي هو ايه؟ نيديول. ماشي. طب ماشي. والنديول بقى ريليتد للتونسل والنديول للفلوكيولس وهكذا واحنا ماشيين بقى. ماشي. يبقى اللينجولا اوف ذا سيبيريوم فيرمز قلنا ان هي ريليتد لايه؟ للانفيروم دولاري فيرا. ماشي. بس انا عاوز اوريها لك. في دايجرام.
ايه يا جماعه؟ دي اللينك ولا ايه؟ دي اللينك. تمام. تمام، هنكمل بقى الكود البارت. قلنا ان هو بيتكون من ايه؟ الفيروم ده اللي ريفيلم اللي هو الايه، هنعيد ونزيد عشان تحفظ. اكستنشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا وايت مطر، وبيعمل ايه؟ كفرنج للور بارت اوف ذا روف اوف ذا فورس فينتريكل. ماشي، بس هو بيبقى سمول. ماشي، ات از سيمي ليونر. يعني سيمي ليونر، سيمي ليونر يعني هو التاني بيقفل كده، ده بيقفل سيمي ليونر. تمام. واللي بيقابله التونسيلر بطل. ادي التونسيل زي يا اسطى، لا مؤاخذه يا باشا، التونسيل هنا، التونسيل بتقابل ايه؟ بتقابل مؤاخذه يا جماعه والله انا اسف. التونسيل بتقابل ايه؟ بتقابل انفيرو مدلري فيلا من تحت، التونسيل والنديول والفليكولس، اللي هو الفليكول نيديورال لوب كله على بعضه بيقابل ايه؟ بيقابل الانفيرو مدلري فيلا. تمام. نيجي بقى لأهم جزئية في المحاضرة، التيلا كرويدي، التيلا كرويدي اوف ذا فورس فينتريكل. احنا قلنا ان دي اللي هتعمل التيلا، يعني ايه؟ ويب لايك ستراكشر، يعني شبكة. هنحتاج شبكة ليه؟ هتعمل ترشيح، هترشح جزء من البلاد عشان يبقى سريبرو سباينال فلويد. تمام. هي بتتكون من ثلاث حاجات، الفاسكولار كابيلاري اللي احنا هناخد منها اصلا الفلويد، الفاسكولار كابيلاري، وبيال فولت. يعني ايه بيال فولت؟ هنجيب البيا ونقوم تانيينها على بعض مرتين، بنحس ان احنا نجيب دبل، نحصل على دبل لير اوف ذا بيا. تمام. ادز سيريبيلو ميدالري انجل، سيريبيلو ميدالري انجل بين السيريبيلم والمضله بلنجاتا. تمام. وفي حاجه اسمها الابيديمال لايننج. فاكرين الابيديما اللي احنا قلنا ان هي موديفايد بيا مطر، عملنا لها موديفيكيشن عشان تعرف ترشح سي اس اف. هي دخلت اهو، كانت احد الكومبوننتس بتاعت الايه؟ التيلا كرويدي. تمام. طب ماشي، ايه الاكستنشنز بتاع بتمتد منين؟ سوبيريورلي، سوبيريور بتمتد من النيديولز ان ذا ميد لاين. في نيديول يا جماعه موجود في الليدا، في الليد لاين، في الميد لاين، من عند الفلوكيولاس، ومن هي اصلا ذات نفسها موجوده في الانفيريور او الكودال بارت. هي موجوده في الكودال بارت بتاع الفورس فينتريك، هي موجوده اهو، موجوده اهو. فهي تبقى سوبيريور ريتد لايه؟ ريتد للانفيريور مدلري فيلم. تمام. والنيديول اللي هي موجوده السنترال دي. تمام. هي موجوده في الايه؟ في الانفيرور اسبكت. تمام. لاترالي بقى ات فورمز ذا لاترال ريسيسز. احنا قلنا لاترال ريسيسز واستفدنا فيها، قلنا في لاترال ريسيسز رايت وليفت، وبيكمل لايه؟ لفورم اللوشك. فورم اللوشك هتروح لفين؟ هتروح للبيئه الخارجيه، او تعمل درينج فين؟ للسب اركنويد سبيس، يعني تخرج خالص. اصلا احنا ده كله اصلا احنا جوه السبستانس بتاعت المخ. احنا هنخرج بقى عن طريق اللي هو الريسيس ده، وعن طريق الفورم اللوشكا هنقوم خارجين لناحيه اهو. بسم الله تاني. ماشي، ادي البرين، وادي هنقوم خارجين بقى ايه للسب اركنويد سبيس، وهكذا. تمام. inferior laterally inferior inferior lateral boundary of the floor. ايه هو الانفيرور لاترال اللي هي ايه؟ اللي هي التينيا اوف ذا فورس فينتريك، اللي هي كانت بتتكون من ايه؟ من الجراسيتي اوبركل، الكونيتي اوبركل، والكونيت تراكت، وهكذا. والانفيرور سيبولار بدانكل اوريها لك تاني. ما هو اساس يا جماعه تثبيت المعلومه هو التكرار. تمام. يا جماعة دي الانفيرور ميدانكل. تمام. ادي الجراسيل تيوبركل، ودي كله بيسبب ده كله اللور اسبكت. تمام. الفيتشرز اوف ذا روف. احنا قلنا يا جماعة ان اي ستراكشر له سبيشال فيتشرز.
يا اما تبقى فيتشر زي openings recesses وهكذا. فاحنا قلنا نبذة عن الريسيسز والاوبننجز، بس احنا هناخدهم بقى بالتفصيل. هنبدأ بالريسيسز. في دورسال ميديان ريسيس، اكيد انت فاكره. دورسال ميديان ريسيس اللي كان رايح ناحية مين؟ ناحية السيربيلم، رايح بوستيريوري ناحية السيربيلم. امال اسمه دورسال ليه؟ يبقى ناحية السيربيلم، فداخل وداخل جوه الوايت ماتر، تمام؟ وهو اللي بي 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 بيعمل الايبكس. احنا قلنا ان هي لها لينيال بارت، ان هي في شيبت، في شيبت بس انفيرتد كده، ولها ايه؟ كرينيال بارت وكودال بارت وفي ايبكس، تمام؟ الايبكس ده جوه السيربيلم ذات نفسه، تمام؟ تمام. اكستند انتو ذا وايت كور اوف ذا سيربيلم بتوين ذا لينجولا اند نيديول اند نيديولز. احنا قلنا ان الـ لو ده السيربيلم، قلنا ان في جزء سوبيريور اسمه ايه؟ اللينجولا، وجزء انفيريور اسمه ايه؟ النيديول. هي بينهم، هو الريسيس الدورزال ميديان ريسيس ده بينهم، تمام. قلنا بقى ايه التو لاترال ريسيس؟ قلناهم تيوبال اكسبانشن اوف ذا كودال سين بارت اوف ذا روف من التيلاكرويدي. هو اللي التيلاكرويدي هي اللي بتعمل تيوبال اكسبانشن، تمام. بس هي بتقع وزن ايه؟ وزن ان انفيرور سيريبيلر بنانكل والفليكولس. الفليكولس دي تبع ايه يا جماعه؟ تبع الفليكولونيديور لوب اللي كان تحت، اللي كان بيقابل الانفيرور بدانكل. هما الاثنين هيزنوا ايه؟ هما الاثنين هيزنوا اللاترال ريسيسز، تمام؟ انت عايز شويه تخيل عشان تفهم. طب قلنا يا جماعه بقى ان هي بتدي في الاخر الفورامين لوشكا عند السيريبرو بونتاين انجل. الفورامين لوشكا عند السيريبرو بونتاين انجل هتروح تعمل درينج السيريبرو سباين فود، هتروح توديه فين؟ هتروح للسب اراكونويد سبيس، تمام. It contain the transverse rib of the choroid plexus. Choroid plexus يا جماعة أصلا أما نيجي نشوف الشكل بتاعها هنلاقيها شبه الباي كده. فلها two vertical limbs وone transverse إيه limbs، ماشي. فاللاترال ريسيس هو اللي بيكون أهو، وان ده اللاترال ريسيس. هو اصلا هي اكستند كده، هي اكستند كده. دي ايه؟ دي الكرويدي بلكسس، بلكسس كرويدي. الترانزفيرس لمب هو بيكستند في ايه؟ في اللاترال ريسيس. مؤاخذه يا جماعه، الواحد تعب شويه فالواحد بيقلق كتير. خلصنا يا جماعه الريسيسز، فهنتكلم دلوقتي عن الاوبننجز او الابروتشرز. ابروتشز يعني يعني اوبننجز او فتحات او كده وهكذا، تمام، مش او خرام، ماشي. في حاجه اسمها الميديان اوبننج او فورامين اوف ماجندي. فورامين اوف ماجندي دي يا جماعه الرومبويد شيب ده اللي عرفنا في حياتنا. بص، في يا جماعه اوبننج هنا وفي اوبننج هنا. اوبننج هنا ايه؟ دي اوبننج اوف لوشكا. طب الاوبننج ايه؟ اوبننج اوف ماجندي. طب لو انت مركز معايا، الاوبننج اوف ماجندي دي هتودي فين؟ سيبك كده شويه يعني بالعقل كده، هتودي فين؟ فورز فيندرج هيودي فين؟ السنترال كانال بتاعت السباينال كورد، تمام؟ هتودي لايه؟ السنترال كانال بتاعت السباينال كورد، تمام؟ والفورمان اللوشكا هتودي ايه؟ من ناحيه السيريبرو بونتايل انجل، وهتبقى بين الفليكولاس والانفيرور سيريبرال بدانكل، تمام. بيقول لك يا جماعه بقى ايه؟ ان بي الجزئيه دي هامه. بيقول لك ان عند الايدجز بتاعه الاوبننج البيا از كونتينوس وذ ذا ايبنديما. لو تفتكر كلمه انا قلتها لك، قلت لك ان الايبنديما بتعمل لايننج لاي فينتركل موجود في الايه؟ في السي ان اس. طب ماشي، طب البيا دي بتعمل لايننج ايه؟ لايننج للاكسترنال سيرفيس. طب ماشي، فعند اتحاد الاكسترنال سيرفيس عند الاوبننج هنا اهي يا جماعه، كل ده ايبنديما ايبنديما ايبنديما. فعند عند الايدج هنا ده الاكسترنال سيرفيس اهو، اكسترنال سيرفيس ده بيا، ده بيا، تمام. هنا ايبنديما، هنا بيا، ماشي. هو ده الجزء اللي عاوز يفهمه لك. بس زبينيما زبيا از كونتينوس وذ ذا ايبنديما، يعني الايبنديما تخلص البيا تكمل، ماشي. ده الفورس فينتركل، وهو الباي شيبت
باي شيبد ايه كورديبلكس. تمام، اخر سلايد بقى معانا عشان نخلص. الكوريد بلكسس اوف ذا فورس فينتريكل، هيديك اوفر فيو عنها تاني. بيقول لك ان هي الكابيلاري بلكسس انفيجينيتنج ذا كافيتي اوف ذا فورس فينتريكل. يا جماعه الكوريد بلكسس دي موجوده فين؟ في الكودر بارت ولا الكرينال بارت؟ في الكودر بارت. فاكر ما احنا قلنا ان هي ريليتد سوبيريورلي للانفيرير برانكل، وانتوا كنتوا بتقولوا ازاي وكده وبتاع، فهي اوريدي سوبيريور ليه؟ لان هي اصلا موجوده في الكودال بارت، فهتبقى ريليتد لمين؟ تفهمني؟ فهي اصلا انفاجينيتنج فين؟ في الكودال بارت. تمام؟ هو بيقول لك ان هي لينير ان اوريجين، لينير اهو لينير خطيه الشكل. تمام؟ السايد الكودال بارت اهو، الكودال بارت زي ما انا قلت اوف ذا روف اند لاترال ريسيس. تمام. الشيب هي انفيرتد ال شيب اون ايتش سايد، يعني ال الناحيه دي وال الناحيه دي يجوا مع بعض يعملوا باي شيب. تمام. هوريزونتال لمب احنا قلنا الهوريزونتال لمب هيروح فين؟ لاترال ريسيس، ويكمل تحت هنا فيرتيكال لمبس، يكملوا تحت في الكودال بارت. تمام. بيقول لك بان each of these fringes is formed of capillary lobe which is covered by البيا and ابندما. ماشي. The whole structure is modified and specialized in the secretion of the CSF. قلنا الكلام ده وعدناه 100 مره. قلنا ان الكورديبلكسس بتتكون من ايه؟ من لازم فاسكولار كابيلاري والبيا فولد، لازم يبقى في بيا وفي ابندما. فاهم؟ فهو ما قالش حاجه جديده. ماشي. ايه هو الارتري اللي بيشارك فيها برانشز اوف ذا بوستيرو انفيرو سيربيلار ارت؟ هي موجوده في الكودال بارت، يبقى هتاخد فين؟ من البوستيرو انفيرو، هتاخد من البوستيرو انفيرو لان هي في الكودال بارت. تمام. وهتعمل بقى ايه؟ درينج الاوكسيبيتال ساينس. الاوكسيبيتال ساينس ده احنا هناخده بقى ايه في محاضره السيربرم. ماشي. الفانكشن مش عاوزه كلام، هي السكريشن اوف ذا سي اس اوف ذا سي اس اف اوف ذا فيرس ان ذا فورس فينتريكل. تمام. وبيقول لك بقى ذا هول بلكسس اوف اتش سايد از باي شيبد او تي شيبد ويز دبل فيرتيكال ليم. حشو على الفاضي يعني، ما تقول باي شيبد وخلاص. تمام يا شباب، ماشي يا سلام، شكرا.